تم اليوم الخميس 25 جويلية 2019 استقبالنا كلجنة من طرف السيد رئيس الدولة بمقر رئاسة الجمهورية. إننا كلجنة نلح على أن الحوار الذي دعا إليه السيد رئيس الدولة لا يمكن تسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الذي خرج في مظاهرات قصد المطالبة بجزائر ديمقراطية، بجزائر جديدة، كما حلم بها الأباء المؤسسون للثورة التحريرية. جزائر جيل رأى النور في فبراير 2019. إن مشاركتنا في الجهد الجماعي المبذول قصد الخروج من الأزمة لا يمليه علينا إلا الالتزام أمام الوطن والشعب، ونحن واعون بالمأزق السياسي الذي نعيش فيه حاليا، فذلك نحمل مخاطر عدة، ويبقى الحوار الوطني في رأينا هو السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون والجزائريات. وإذ نثمن كل المبادرات الحوار السابقة، نؤكد أننا لسنا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمه، في حين أننا نقوم بمهمة اخترناها بكل سيادة وحرية خدمة لوطننا الغالي الجزائر. لا ننتظر أي مقابل سوى أن نرى وطننا يستخرج المسار الطبيعي بتأمئنان. إن اللجنة تلح على ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات تطمن وتهدئة كفيلة بخلق جو يؤدي لا محالة إلى إجراء حوار صادق ومعبر عن رغبة ومطالب وعن مطالب الجماهير بطبيعة الحال، التي تفضى في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات في وقتها رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب أجل إذا ممكن. ومن بين هذه الإجراءات إطلاق سراح كل سجناء الحراك، تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط، توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطن ممارسة حقهم الدستوري في تظاهر وتجمع السلميين. كما تطرقت اللجنة إلى عدة قضايا أخرى تخص مطالب الشعب، لا سيما تلك التي تتعلق بالحكومة.